حياكم الله مشاهدينا الكرام. الأسواق الشعبية والقديمة في مدينة الرياض، واللي كان من أبرزها سوق المجيبرة أو المجيبرة، واللي كانت تصغير لمفردة المقبرة. وسبب تسمية هذا السوق أنه كان بجانب مقبرة بجانب السوق. السوق هذا كان في حي دخنة، وكان في كلمة متداولة من أول كانوا يقولون ماركات صنعة في دخنة، كناية للمنتجات اللي كانت تباع في هذا السوق. السوق اللي طلع منه كثير من التجار، كان من ضمنهم أسرة الراجحي. أيامي من عمري مرت ولا ندري، أثر الزمن يجري ولا تدري. سوق الجفرة أو جفرة العيش أو جفرة الديانة، واللي كان وول ستريت الرياض. تبي تدين تروح لسوق الجفرة، يحسبوا لك العشرة ب12 وأحيانا ب20. السوق هذا كان سبب تسميته أنه في مكان طامن مثل الجفرة أو اللي هي حفرة، وكان مجرى ومجمع سيل. ضبطوه ورتبوه وحسنوه وحطوا فيه مستودعات واشتغل كسوق. والقلب مني داخل بكواكب همل يا ساهي الراي يا ساهي الراي. قيصرية أشيقر، هذا السوق اللي كان من أبرز معالم مدينة الرياض إلى وقتنا الحالي. وترجع سبب تسميته أن مجموعة من أهالي بلدة شيقر كان عندهم محلات متفرقة في مدينة الرياض، اتفقوا أنهم يشترون البيوت اللي في هذه المنطقة ويحطون فيها محلاتهم، ويبدأ هذا السوق واللي أصبح فيما بعد محلات للبضائع المخفضة وأيضا لأسواق الذهب، واللي تغنى فيه العديد من الشعراء والفنانين. دخلت العصر سوق القيصرية وشفت اللي على قلبي تسواني، غزال الناوي ينفيني بنية نوا قتلي ومن هالله وقاني. دخلت العصر سوق القصيرية وشفت اللي على قلبي.